أحسن الله إليكم. نفس السائل يقول: يا شيخ، أنا أرغب في السفر إلى بلاد الغرب للسياحة لمدة قصيرة بالرغم من ابتعادي عن الأماكن المحرمة والاستمتاع بالطبيعة والأجواء وما من الله عليه من نعم مباحة، فهل أنا على إثم في ذلك؟ نعم، هذا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة والنزهة، لأن المضرة أكثر، لأن المضرة فيها أكثر. إنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار في أحوال محدودة، كالسفر للتجارة ثم يرجع، السفر للعلاج ثم يرجع، السفر لتعلم تخصص لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمين بحاجة إليه ثم يرجع، السفر للدعوة إلى الله عز وجل، هذه أغراض صحيحة يسافر من أجلها مع التمسك، مع التمسك بالدين والابتعاد عن مواطن الفتن. أما واحد يسافر للنزهة إلى بلاد الكفار، فالسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم لما فيه من الفتنة والشر. ولو قلت أني أنا أضبط نفسي، أنت إنسان بشر، الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حيا، لا تؤمن عليه الفتنة، ولا تزكي نفسك وتقول أنا ما يمكن أني أنفتن، ما يمكن. لا يا أخي، لا تعرض نفسك للفتن. نعم.